حياكم الله مشاهدينا الاعزاء في اخبار السابعه من قناه طناوصح، والبدايه باهم الانباء. مفتي الديار الليبيه يدعو اهل طرابلس ان يعاملوا مهاجري بني غازي كما عامل الانصار المهاجرين. شورى مجاهدي درنا يصد هجوما لقوات مجرم الحرب حفتر على المحور الجنوبي للمدينه. غرفة الطوارئ الجوية تؤكد تنفيذ 5 طلعات قتالية على تمركزات ما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سرت. من جديد حياكم الله. قال مفتي ديار الليبية فضيلة الشيخ الدكتور الصادق الغرياني في برنامج الإسلام والحياة على قناة طناصح إنه يجب على أهل طرابلس أن يعاملوا مهاجري بني غازي كما عامل الأنصار المهاجرين، ويجب أن يقدمهم على أنفسهم. الناس الذين هجروا ونزحوا من مدينة بنغازي هؤلاء غرباء ضعفاء مظلومون مقهورون، يجب على أهلهم في طرابلس أن يعاملوهم كما عامل الأنصار المهاجرين في المدينة. هكذا مقتضى الإيمان وهكذا مقتضى الدين. لما هاجر، لما أجبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الهجرة فرارا بدينهم وتلقاهم الأنصار، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وقاسم الأنصار المهاجرين في كل شيء، حتى من كان له أكثر من زوجة طلقها وتزوجها أخوه المهاجر. يجب عليهم، بل يجب عليهم أن يقدموهم على أنفسهم. يجب على أهل طرابلس الآن أن يقدموا أهل بنغازي على أنفسهم في كل شيء، في يعني الأولويات، في الدراسة، في الجامعة، في المستشفى، في المصحة، لأن هؤلاء يعني غرباء مظلومون مقهورون، أخذت أموالهم ونهبت وانتهكت حرماتهم. يجب أن يجبر خاطرهم، أن يقف الناس معهم. هكذا الأخوة، هكذا الإسلام. المسلم أخو المسلم لا يسلمه، لا يمكن أن تسلمه إلى عدوك. هذا وطلب مفتي الديار كل المسؤولين عن السجون بالتنسيق مع الدعاة والعلماء لزيارة السجون بشكل أسبوعي، وذلك ليتمكنوا من نصح السجناء وإرشادهم. فأنا أرى أن هذا هو حل، بحيث أننا لا نظلم الناس ونعطي لكل ذي حق حقه. ينبغي أن يتم تنسيق بحيث يكون هناك زيارات أسبوعية، حتى العلماء والدعاء يعني يستفيدون منهم. السجون فيها أعداد كبيرة، وكثير منهم يعني هو يبقى يرتكب جريمة إما عن يعني خلل في نفسه أو في عقله، أو هو جاهل بالحكم، أو هو يحتاج إلى التذكير بالآخرة وأوامر الله ونواهيه. فنسبة كبيرة منهم قد تستفيد من هذه الدروس. عليهم أن يسمحوا للعلماء بأن يدخلوا السجون ويلقوا دروس. حتى في عهد القذافي، عهد الظلم الأسود اللي ماليش في شيء، ما فيش يضيع على الإطلاق، كان هناك جماعة من الوعاظ من دار الإفتاء، من مش دار الإفتاء، من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف، عندهم دروس منتظمة في السجون. صحيح. جديدة. نعم. ربما أبو سليم قد يكون لا يسمحون، لكن هناك سجون يسمحون بالذهاب إليها. فلماذا نمنع الآن الناس العلماء والدعاة أن يزوروا هذه السجون وعليها شبهات وعليها الآن يعني دعاوى من ناس كثيرة؟ وإلى مدينة درنا، حيث صدت قوات مجلس شورى مجاهدي المدينة الأربعاء هجوما شنه عناصر ما يعرف بعملية الكرامة على منطقة الظهر الحمراء بالمحور الجنوبي للمدينة. القيادي في مجلس شورى درنا سعد هبيلة أكد في تصريح للتناصح تدمير 3 سيارات مسلحة تابعة لقوات ما يعرف بعملية الكرامة أثناء الهجوم، موضحا أن قوات الأخير قد استخدمت أحد المواطنين في منطقة عين مارة غربي المدينة كدرعا بشرية. هذا وأضاف هبيلة إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الكرامة إثر الاشتباكات، مشيرا إلى أن قوات المجلس سيطرت الأيام الماضية على عدة نقاط جديدة في المحور الجنوبي لمدينة درنة. وفي ذات السياق، حيث قالت مصادر من مدينة درنا لقناة التناصح أن طائرات تابعة لمجرم الحرب حفتر شنت الثلاثاء غارتين جويتين على منطقة الظهر الحمراء جنوبي المدينة. المصادر ذكرت أن القصف تسبب في أضرار مادية ولم تسفر عن أي أضرار بشرية،
مضيفة أن الغارات حاولت استهداف تمركزات شورى مجاهدي درنا في المحور الجنوبي للمدينة. شن سلاح الجو الليبي الأربعاء 5 طلعات قتالية استهدفت تمركزات لعناصر ما يعرف بتنظيم دولة شمالية مدينة سرت. الناطق باسم غرفة عمليات الطوارئ محمد جنونو أوضح في تصريح للتناصح أن سلاح الجو قد استهدف عناصر تنظيم دولة المتمركزة في حي الكامبو وعمارات الستمية والجيزة البحرية. هذا وأضاف جنونو أن سلاح الجو الليبي نفذ طلعات استطلاعية جنوبية سرت وأبو جرين والوشكة لمنع تسلل عناصر التنظيم إلى الصحراء حسب وصفه. وفي ذات السياق، حيث أعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا أفريكوم عن شنها عدد 175 غارة جوية على مدينة سرت. أفريكوم قالت أن هذه الغارات تمت خلال الفترة من 1 أغسطس إلى 25 من سبتمبر من العام الحالي لدعم الثوار في قتالهم ضد ما يعرف بتنظيم الدولة. هذا وكانت آخر الضربات الأمريكية على تنظيم صباح الثلاثاء، حيث أصابت عناصر التنظيم إصابة مباشرة وأدت إلى مقتل عدد منهم. حذر رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس من تفرق عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة إلى مناطق خارج مدينة سرت بفعل الضربات الأمريكية على المدينة، لافتا إلى أن ذلك يعد أمرا خطرا على الدول المجاورة للدولة الليبية. فالس أكد لصحيفة جون أفريكا الفرنسية الأسبوعية أن الوضع في ليبيا يؤثر بشكل مباشر على أوروبا وليس ليبيا فقط أو دول الجوار أيضا، مشددا على لزوم إعطاء الأولوية لمواصلة الضغط على ما يعرف بتنظيم الدولة. هذا وقام فريق الهلال الأحمر فرع مدينة مصراتة بانتشال 9 جثامين من الحي رقم 3 ومنطقة السواوة وانبيلا بمدينة سرت. فريق انتشال الجثامين بالهلال الأحمر وبالتعاون مع جهاز مكافحة الجريمة قام برحلته 11 للبحث عن الجثث في المناطق التي كان يسيطر عليها ما يعرف بتنظيم الدولة. هذا وتقوم جمعية الهلال الأحمر الليبية منذ مدة بالبحث عن الجثامين في المنطقة المذكورة وتسليمها إلى جهاز مكافحة الجريمة بعد أن تقوم بعمليتي التوثيق والتسجيل. قال مصدر من مجلس شورى ثوار بني غازي لقناة التناصح إن قوات المجلس قد استهدفت الثلاثاء تجمع لقوات مجرم الحرب حفتر في المحور الغربي للمدينة. المصدر ذكر أن لغما أرضيا انفجر في مجموعة تابعة لمجرم الحرب حفتر في شارع الشجر بالقوارشة، فيما يستمر الطيران الأجنبي المساند لمجرم الحرب حفتر في التحليق على مناطق سيطرة الثوار. نقلت صحيفة أزفاتسيا الروسية عن مصادر دبلوماسية روسية الأربعاء إن مجرم الحرب حفتر طلب من موسكو تزويده بالأسلحة والمعدات. الصحيفة وفي عددها الصادر الأربعاء أضافت أن هذا الطلب جاء في رسالة حملها المبعوث الخاص لمجرم الحرب حفتر عبد الباسط البدري أثناء زيارته الأخيرة لموسكو مساء الثلاثاء. وذكرت الصحيفة أن البدر استقبله المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوفا، وطلب من الجانب الروسي بحث موضوع رفع الحظر عليهما وتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية وعلى رأسها الطائرات الحربية. نشر مركز السرايا الذراع الإعلامية لمجلس شورى ثوار بني غازي معلومات حول الطائرات التي شاركت في قصف مدينة بني غازي خلال 3 أشهر الماضية. Thank you.
عقد عبد الرازق الناظوري الحاكم العسكري من درنا إلى بن جوادة رفقة أحمد العريبي عميد بلدية بني غازي اجتماعا بمشايخ وأعيان منطقة سلوقة في المقر الجديد لبلدية بني غازي. ووفق ما ذكرته الوكالة الليبية للأنباء، فقد طلب مشايخ وأعيان بلدية سلوقة عبد الرزاق الناظوري بتكليف حاكم عسكري للبلدية في أقرب وقت ممكن. هذا ويستمر الحاكم العسكري عبد الرزاق الناظوري المكلف من قبل مجلس النواب المنحلة بتكليف عقداء عسكريين كبدائل عن عمداء البلديات المدنيين. من جهة أخرى، طلب عميد بلدية طبرق الناجي أبو بكر مازق الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من درنا إلى بن جواد عبد الرزاق الناظوري بتعيين حاكم عسكري للمدينة بدلا عنها. مازق قال أنه يجب أن يكون الحاكم المعين قويا وشجاعا للضرب بقوة على كل المخالفين وإنهاء المخالفات وفي مقدمتها البناء العشوائي في المدينة. ثمن منسق العلاقات الليبية المصرية في نظام القذافي سابقا أحمد قذافي الدمى ثمن ما أسماه انتصارات القوة المسلحة في الموانئ النفطية وعودة القوات المسلحة السابقة إلى ليبيا حسب قوله. قذافي الدمى وفي تصريح لموقع أجوانت قال إن القوات المسلحة والتي يقودها خليفة حفتر هي التي تمثل الجيش الليبي الموحد الذي يضم كل أبناء ليبيا، واصفا الحرب التي يخوضها مجرم الحرب حفتر في معركة إنقاذ ليبيا حسب وصفه. هذا وتكهن قذافي الدمى بأن الانتصارات التي تحققها تلك القوات ستخرج البلاد مما وصفها بالسنوات العجافة وستحقق الهدوء وستحقن الدماء حسب تصريحه. قال عضو البرلمان المنحل الهادي الصغير إن المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر ينتهك السيادة الليبية وقد تجاوز اختصاصاته كمبعوث دولي. الصغير ذكر أن طلب كوبلر إلغاء قوانين تجريم الهجرة غير الشرعية وتفعيل قانون اللجوء يعتبر خرقا لقرارات مجلس الأمن، كما أضاف أن تفعيل وتعديل وسن القوانين يعتبر شأنا داخليا يتم من خلال السلطات الليبية. هذا وذكر عضو البرلمان المنحل أن هناك دعوات تسعى لتحويل ليبيا إلى مستقر للمهاجرين، محذرا أن ذلك سيؤدي إلى مضاعفة المشاكل التي تعانيها البلاد. نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد الفاصل. استئناف الرحلات الجوية من مطار مصراتة إلى مطار برج العرب الإسكندرية مطلع الشهر المقبل. العيال يقعدوا في رعب دائم، ينوضوا مفجوعين طول الوقت، بدن عندهم اضطرابات سلوكية واضحة. هذا الحوش جيراننا دمرات الطيارة وفي حواشين أخرى. نحن نسعى للطمأنينة على شعبنا، نسعى إلى أن يستقر هذا الشعب. قد الحواشين وفي عائلات وناس يخافوا فينا ويخلوهم يرقدوش. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حياكم الله من جديد. أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الإنقاذ الوطني أن الثاني من شهر أكتوبر هو موعد لبداية العام الدراسي الجديد 2016-2017. الحكومة وفي بين لها طلبت كل البلديات والمناطق بأن يكون الأسبوع الأول من الدراسة للتهيئة وتنظيم، كما طلبت كافة المسؤولين بتغليب مصلحة الطلاب وأن يكونوا في مستوى المسؤولية. هذا وطلبت وزارة التعليم بحكومة الإنقاذ أوليا أو أولياء الأمور وجميع أطياف المجتمع أن يتواصلوا مع المؤسسات التعليمية ويمدوا لها يد العون والمساعدة في تذليل كافة الصعوبات. استنكرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عدم تقيد بعض المكاتب والأئمة والخطباء والمحافظين التابعين لها بالتعليمية في الهيئة. الهيئة وفي بين لها استهجنت ما يقوم به بعض الخطباء من إذكاء نار الفتنة وإشغال الناس بالطعن في العلماء والتشهير بهم على المنابر، محملة بعض الخطباء والمخالفين المسؤولية القانونية لهذه الأفعال. هذا وطلبت الهيئة كل من يتعاون معها من الأئمة والخطباء باحترام علماء البلد والرجوع إليهم فيما يستجد، رافضة كل أمر من شأنه أن يمس سيادة الدولة الليبية وأمنها واستقرارها حسب نص البيان. ندد مدير مكتب الإعلام بالشركة العامة للكهرباء فرع الجنوبية آدم المبروك بعملية سرقة أسلاك ومعدات للشركة بسبها للمرة الثانية على التوالي. آدم المبروك وفي تصريح خاص له الأربعاء قال أن مجموعة مجهولة قامت بسرقة مخازن الشركة الموجودة في سبها فجر اليوم، مضيفنا أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها سرقة مخازن الشركة من مجموعات مجهولة، منشدا الجهات الأمنية بتدخل لحماية ممتلكات الشركة والأماكن الحيوية في المدينة. ضبط عناصر قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية شحنة من مخدر الحشيش تقدر كميتها بأكثر من 5 قنطرات في منطقة وشتاتة في ترهونة. مدير مكتب العلاقات في المجلس البلدي ترهونة محمد سعيد في تصريح لمصادر صحفية الأربعاء قال إن العملية تمت بعد الاشتباه بإحدى السيارات وتتبعها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في المدينة، حيث أوضحت التحريات أن هذه الشحنة كانت متجهة إلى مدينة زليطن قادمة من سبها. وأضاف سعيد أن الكمية تقدر ب5 مليون دينار كما اعترف به سائق السيارة في تحقيقات أولية أجريت معها. تعرض عمرو يخلف الحجاج أو الحجاج مساعد المدير العام لقطاع المساهمات في مصرف ليبيا الخارجية للخطف من قبل مجهولين قاموا بمهاجمة منزله في منطقة قرقارش. عائلة الحجاج من جهتهم أكدوا عدم حصولهم على أي معلومة حول مكان وجوده أو مصيره أو المجموعة التي تقف وراء الاختطاف، محملين الجهات المختطفة المسؤولية القانونية والجنائية التامة عن حياته. وكما أكد مقربون من الحجاج لمصادر صحفية بأنه تلقى تهديدا من بعض الأشخاص المقيمين في تونس والموالين للمصرف الخارجية بعد تقدمه بمستندات تكشف عمليات فساد مالية في مصرف ليبيا المركزي والمصرف الخارجية. اجتمع بقاعة الاجتماعات في مديرية أمن الزاوية الاثنين كل من المجلس المحلي ومجلس الحكماء والشورى ومؤسسات المجتمع المدني والمنطقة العسكرية الغربية وإدارة مستشفى الزاوية التعليمية والقوة المشتركة ومديرية أمن الزاوية. المجتمعون ناقشوا في لقائهم كيفية وضع خطة لتأمين مشفى الزاوية التعليمية وجامعة الزاوية والمصارف وحمايتها من الاختراقات الأمنية والتي أدت إلى إغلاق المشفى والجامعة إلى أكثر من مرة. قام جهاز الحرس البلدية بني وليد الأحد بحملة تفتيش واسعة شملت المحلة التجارية
والمخابز والصيدليات ومحال بيع اللحوم والباعة المتجولين. حملة جهاز الحرس البلدية تهدف لمتابعة صلاحية المواد الغذائية والأدوية ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير القياسية المعتمدة، كما تهدف الحملة إلى مراقبة مدى التزام الأسواق التجارية والصيدليات بالضوابط الصحية المنصوص عليها بالتشريعات النافذة. وتأتي هذه الحملة ضمن برنامج عام يعمل جهاز الحرس البلدي في المدينة على تنفيذه حرصا على سلامة المواطنين في المدينة. ناقش أعضاء المجلس البلدي إقدامس الثلاثاء مع جهاز الحرس البلدي بالمدينة أبرز العراقيل التي تواجه الجهاز أثناء مزاولة مهامه وكيفية حل حالتها. المجلس البلدي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أضاف أن الاجتماع بحث أيضا استكمال مشروع مقر جهاز الحرس البلدي داخل المدينة. تستأنف في الرابعة من الشهر المقبل الرحلات الجوية بين مطار مصراتة والإسكندرية. هذا وقال مدير مطار مصراتة الدولي عادل قزيط بالأمس في تصريح لمصادر صحفية أن الرحلات الجوية كانت قد توقفت على خلفية قرار رئيس الحكومة المؤقتة باعتبار مطاري مصراتة ومعتيقة خارج السلطة الشرعية، مضيفا أن القرار أجبر شركات الطيران للتعامل مع مصلحة الطيران المدنية في المنطقة الشرقية على أن يتم التنسيق بخصوص هبوط الطائرات القادمة من المنطقة الغربية في مطار الأبرق ثم تقلع من جديد، لافتا إلى أن هذا الأمر غير مجد اقتصاديا لشركات الطيران. وأوضح أن شركات الطيران طلبت مصلحة الطيران المدني في المنطقة الغربية وبعض الجهات الأمنية بالتدخل لحل هذه المشكلة. وأخيرا، تستضيف العاصمة التونسية يومي الأربعاء والخميس فعاليات المنتدى الرابع للخبراء الليبيين حول التعاون الإنمائي. ويستضيف المنتدى خلال يومين اجتماعات أكاديميين وخبراء بارزين ورجال أعمال الليبيين لمناقشة أبرز التحديات التي تواجهها ليبيا خلال الأشهر المقبلة. هذا وكان المنتدى الثالث للخبراء الليبيين قد ركز خلال اجتماعاته الأخيرة في تونس على الملفات المتعلقة بالسياسة الشاملة والإدارة المستدامة للموارد الوطنية والعقد الاجتماعي الجديد الذي سيكون أساس علاقة الحكومة مع المواطن. ختام هذه الأخبار ولكنها لا تكتمل إلا بعدة أبرز ما جاء فيها. مفتي الديار الليبية يدعو أهل طرابلس إلى أن يعملوا أو يعاملوا مهاجري بني غازي كما عمل الأنصار المهاجرين. شورى مجاهدي درنا يصد هجوم لقوات مجرم الحرب حفتر على المحور الجنوبي للمدينة. غرفة الطوارئ الجوية تؤكد تنفيذ 5 طلعات قتالية على تمركزات ما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سرت. تابعتم أيضا استئناف الرحلات الجوية من مطار مصراتة إلى مطار برج العرب بالإسكندرية مطلع الشهر المقبل. مشاهدينا، الشكر موصول لكم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.